السلام عليكم سي مراد هربال. وعليكم السلام ورحمة الله سي محمد. سي مراد هربال، انت حابزيك الموقع انسبورنادور. تحياتي سي محمد الإعلامي صديق الناغ، نتحياشك خلي اتصالها باش نسي وراتيك ما تنقص المواعيد غانا ان شاء الله في وشه. سي مراد يتجند رئيس جمعية شباب المستقبلي تجند المناظرة غير نهار 30 مارس للمركب الثقافي العنوان إكراهات الرياضي بإقليم الناظور بين المواطنة والتنمية. سي مراد من الغاثني يدخل مناظرية مع العلم أنه نمشي نسرى ونمشي نسن أنه غادي تحضر المسؤولين غادي يسيرين برلمانيين غادي يسيرين ربما المندوب الشباب والرياضي إقليم الناظور غادي يسيرين فعاليات رياضية غادي يسيرين فاعلين رياضيين غادي يسيرين رؤساء الأندية وغادي يسيرين أيضا قدماء الرياضة. سي محمد قرب تتصل الجمهور الرياضي الناظوري والجمهور بصفة عامة اللي غادي يخرج في ناظور غبارة في الحدث البارز ربما أنني يتصل نرسنين وزري خليم ناظور دي سيري ومونية أحمد هذا تما هذه تناقشن رهم غصنا رياضة رهم سواء على المستوى الدعم المادي ولا على المستوى من البنية التحتية تعيش إقليم ناظور على مستوى للمركب الرياضي ديال الحول من السكينة منذ سنوات شين ثلاث ولا أيضا على مستوى النتائج فرق الأندية سواء هلال ناظور لكرة اليد ولا إفري الريف ولا شباب الريف ناظور لكرة السلة ولا هلال كرة القدم فتح الناظور باقي الأندية. سي مراد من الغاثني دخل الحدث البارز غيزة تنديت نظار نهان 30 مارس حمص قارب زطات الجمهور وري وذن غي حضان من دس الغاثني المناسبين. اولا هي توصلت الموقع سبورت ناظور خدم مع نسيت الكريف ديال القطاع الرياضه ومثل مراد هربال الصراحه ومثل محمد باش تستاهل الاخوان مره ثاني تجيبوا جمعيه الشباب المستقبلي الضامن وانما تكثير مبادره وراء التراخيص القانونيه فقط لانه هو نتاج البرنامج هو نتاج برنامج قام في صوره في صوره في طريق هو يعني طريق مفكا مع مجموعه من الاخوان الغيورين في القطاع اللي خصهم يدير التمر ذيتني حرمان من يتمتنا يمكن غدا خرني غبارة يتمح النقش يعني نغى المبادرة لأن تبيت الله أنه تريج المناظرة في إطار أنه المغرب والحول من المونديال 2026 والناظور من بين المدن المقترحة أنه تيري يعني اتصل بالحدث العالمي غنغطس مخنبر غنغطس مشاكل أندية عنان لجميع الاصناف الرياضيه وخصوصا مرن كان يور خارفقين تم وضار وكذلك خارفقين يعني ماراثون ديال الاقسام الممتازه نذكر على سبيل المثال إكريم إكريم كرة السلة إلى الناظور كرة اليد فتح الناظور الجنهار يصارع من أجل البقاء في المكان الناس الحاضر بيدعيش يعني إلى الهاتف في التاريخ الأمة النظار إلى النظور كذلك النهضة نزلو كذلك النهضة سروان وفاق الزنغان إلى مجموعة من النوادي مارت عنان غانغ علاقة كيف هناك رؤساء الزب أتصن حوايج نستوري عبر قنوات الفيسبوك تغليني أنه جيت كتلتلة تغلي الشيخ متامة كتلتلة نتص بإخواننا غبارة واحنا أذكر من بينهم تغلي مساندة اللاعب القديم يكسر الطافي في ذلك ومثل غنور الدين هرواش وكذلك مراد يبدأ جنعار الإطار ذا مقرى نحورة في المرمى دي بلجيكا ذي ابن خدا ذي نتص ميات ما تنقشش أنا نغلي قاء على أساس أثنين بسم الله نكسي صوري فانزوارون جاتوري فانزوارون طاس ترخيص الناس تغسل بومر غج أنه كريم عن نرحب مني عدون 25 وإذا بنا أنه نشين تغنكر الرسائل نكسي الدعوات نكسي هنا على أساس بشمار المتداخلين للفن دي رجل لقاء السيد المندوب الشريبة والرياضة بالمناسبة نتشتان تخطف تفاعل الناس ونتشتان اتقام أنه الإحضان إن شاء الله الرحمن الرحيم لأنه الوثيق القطاع نسي ولك كمثنا الرئيس نجيس الجماعي إيجان وانت مسؤول وانت مسؤول نجيس نسمي للملعب البلدي تابع البلدية نسمي بأنه المناح للدوينات التابعين البلدية نسمي بأنه الطاس من حوائج مع الرياضة التابعين البلدية إن شاء الله قرر بيجن الطارق أنه نجم الصديق نتهلاش ونتمنى يستغل المباراة أنه يشفى في العربية يلتحق بالديار الأوروبية ولكن من دغ ديوغن أنه إن شاء الله كان يحظى في الشيء سي مراد ما ونتحرقش الاسئله لان سوج درجه تسقسيني جناب تسقسيني غنيت لان التنفيذ ديالي تنقبل ثم نوجه تما الارضيه النقاش اللي قلت سي مراد قالك تسقس التفاعل مش ليله الغيره مش قطع الرياض مش السن سي مراد من غاتيني المناظريه ما توجهتش الدعوه المسؤولين من دي صغيرين من المفاجاه دي صغيرين سي مراد
طيب ومثلا محمد دواني تصوري في وستناين نيغ بأنه دعوة تنشين ضعيفان السادة النواب الممثلين الأمة على مستوى الكوبا البرلمان لأنه نشين مستوى المرن مستوى الخارجية ضعيف لابد من وضع مراكز القرار مراكز القرار نعم يتفعل هي الوزارة هي الوزارة الوصية القرارات النهارة كتير وتحسن المشاكل اللي غانغ في تنزين ثم النظر خصوصا للمجال الرياضي باش نواب النق إن شاء الله تسيرهم كبرتين الوزير الشبيبة والرياضة جاء مسؤول الأخت ليلى أحكين توصل في البرقية الإسلام ابتسام جمع الفريق الاتحاد الاشتراكي مرة المهم نكشات الدعوة ثنتين وإن شاء الله ذلك الحضور الإحضارة في وشة المجلس البلدي نتعطى الدعوة في مكتب الضبط الخاص في الناس المكلة الرئيسة المكلفة بقطاع الرياضة يعني الأخت الناس أمينة الوليد توصلت الرسالة نتعطى مجموعة من الأعضاء الجندي البلدية المجلس الإقليمي توصلت الدعوة سيد العامل نهارا وشيخة الدعوة سيد المشام كذلك الحضور من كذلك الحضاء إذن مار المكلفين الإخوان إني وسموا ميوافي الدعوة لا غير التليفون بالنسبة للنوادي الرياضية مراد وثمين بعرة سي مراد مثلا غادي نخدموا على الأهداف في السطام من داخل تسمى الغيورين الخطارين تنظمات الأهداف تسمى في قارة كموجز العنوان الوحي سي محمد الإكراهات نرى الرياضة في إقليم الناظور الرياضة بأنه تعاني ولكن زيت من غيرين ذي في نجم العرض زمزيان أبعد خسير رياضي منش غير خسير رياضي نقطة واثنين أذين سيور خلق إكراهاتي غاح مغنى ودي أنا أعطني القناة النوادي بشذاء خاطبا من يعني المشاكل إنسان النقطة واثلاثة أن صفتني بعض التوصيات جميع يختلف ودها تنفذا فهمني يختلف ودها تنفذا سي مراد مش نيذ قد ماذا تصل دعوة المسؤولين المدني شان التواصل حسن التواصل سلس الحضور نسلم 100% ذي قبل المسؤولين كتواصل لذني غمي سكن الانفيتاسيون بعجلة اسمه سؤال مهم أخويا محمد نشين قن تكفيز مع النغض شديق تكفيز مع إنو مجموعة الإخوان الدين تكفيز مع نوصل من بارة التاريخ من مرة الحجة قن تكفيز خسن حران أو الدين تبارك الله هذا يوحي بأنه الثاني تم مقاربة التشاركية الثاني تم إقارة ديمقراطية التشاركية أنت بغات نولا نشين صوريف على أساس كين اقتفاعلنا كين اقتعاملين بأنه نشين ونعزو بشين حاجز نعزو الحق النغ نعزو الحق النغ ليس ندين ثماري هذا لأنه التميد جذب قاتلا التنمية ونشين كل الأمجاد ما مشتغى الهلال بالفتح ما مشتغى البطولة الإفريقية الإفريقية الهلال النظري كرة اليد ما مشتغى السنوات الفنيات الأنجينيات من إفريقيا الريف إذا يجن حاجة تمغى سي مراد ماذا على المتابعة الإعلامية مع عدم ذكر المنابر غير حضان تسمى ممش توريد ماذا ينشي المتابعة الإعلامية متميزة بحكم أنك كشكة إعلامية وتسمى تسند الخبايا الأسرار نغا الطريقة زي غا الضباط المناظرة على المستوى الإعلامي مش غا ديفلوبي ومثلا محمد السؤال كذلك مهم لأنه تشني للسلطة والسلطة يتجمع قارة نهارة لأن نهارة الحاضر هي السلطة التنفيذية هي الفيسبوك المواقع الإلكترونية إن شاء الله التفاعل أثناء فكيف مثلا جاء إعلاميين غيورين ولن هنا في القطاع ويعزون تقنت إزمان سنبشة بجنة التنمية في تنزيل تنسل ورزان دائما حاضرين وفي المنبارة يجن يجن موقع يجن يجن توجه غسل الدعوة أضحضانا في مغري كثافة شكرا إشكو مثلا محمد خصوصا لأنه الموقع موقع رياضي للمجال مع الرياضة ولبدأ تزمان ناش بالجهد ناش سي مراد اسقسي ما قبل الاخير زعما راني انه اواني المناظره مش نيذا تفقص التوصيات تفقص المشاكل اللي غستوني برلماني مسؤولين غا الوزاره الوصيه يعني مسؤولين القطاع الرياضي ذي الوطن مدينة نفس الاستمراريه ما بعد المناظره يغزر مدينه الناظور في العنوان اكراهات الرياضه باقليم الناظور بين المواطنه والتنميه 30 مارس بالنظر ومثلا محمد انتما في ثوراف ثوراف اذا الثوريف قلنا وانا الثوريف المغني وانا الثوريف المغني فينا قنقي الثوراف على اساس انه نتجي نحس وزمع خيرات فكري ولكن خيرات يجي من نوع اخر خيرات التفعيل التجسيد التنزيل من زمان الصغلوغة الخشب نحرز ذلك الشفوي نحرز ذلك نخشى حاجة تفتنكات المؤسسات
باش اتفاتي. نتمنى انه الحضور ديالي مكتشف، نتمنى انه وانا ماروني كتيش المبادره غتنقيت انت بعد خلو غني شياد غاري غاتشيا شكديت شكوات كدير نحاول ما يمكن ندمار جميع باش انا نغني الناس. سي مراد اشفق شو دخل الموضوع، سي مراد مسرادريه مثلا مع العلم انه المغرب يقدم الملف الاستضافه المونديال 2026، سي مراد مش نزرع انه هذه البلونسون قان باللي قال نظاره تيري بين المدن ويحتضن الكاس العالمي مش تواريد، مع العلم ان مدينه الناظور نتات وغات مركب رياضي وغات وطيله ديال المستوى تطلعات نسني لد نستاذ في وذان زي برا وسني انه تندين في جن تمريا بريد غا اوروبا ونسني انه نتات يدوسين في الشمال غات جن التاريخ نبقى مش تواريد الحدث من زمان انيني ان مدينه الناظور مؤهله من الناحيه تما الفنادق من ناحية الملاعب ما غنغ من زمان انا نعود نشين غكات العالم مش نسرع دي لي بلون دي مين تغنان دي مسؤولين ينزر هذه البلون ذي المواقع اللي أستاذ محمد الزريوح هذا شيء ما يجيش نكون تراش توري لخمي تريش زيارة ملكية غا تندين كما النظار أقسم بالله العلي العظيم تبدر خنغ النظار في ظرف تركية ما خنغ يبدر وأنا جد متلقين إذا حودي المغرب بتنظيم كأس العالم 2026 على يقين بأنه دي عملي دي عملي دي السروة 2026 قيمة غادر وقت شخ سنين ما سنين سنغ بأنه جيعان بعملين أتباني جنة مدينة المغنية جنة النظام المغنية سلسة الفنادق الجديد للماتشيكا جنة شرعي الصباح نتمنى أنه يعاون ديال في الكرة هذه من اتفاقية شراكة رجال المجلس الجماعي والمجلس الإقليمية تبدينا كماتشيكا بحكم أنه الميزانية من الصنغارة حتى في بنية تحتية من الأحياء صفقات دولية نشط غالي ميتشين دي كونفونسيون هاتلك الجماعات يتجاغ باريك معظمك سي مراد قطيرا التنمية ومين سي مراد نعم. السن باللي المغرب يقدم التوزق من الملف في الاحتضان المونديال ولكن في نفس الوقت نزرع تما وي 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 التزقمي ولكن تغنان انه النظر في الملك الذي ونظر يشاء 2011 تغني التصاريح البرلمانية اقليم النظر انه النظر واخيرا في الملك الذي ونظر يشاء في مراد من يزمار نوجه السؤال من يزمار نيري غان الخلال نشي مع مستوى تمثيلية المسؤولين دي البرلمان نيري على مستوى تمنى نسين ونستكد وثبرتهم شتقني على مستوى من نتائج الأندية لنا ويوزن تشان وزيران تقيش مرتبة دي غير الصوت مغطط من الغسيني تكعوجة لقبري غير أحغى السؤال انت قارو إذا شغينا كلمة أخيرة دي حق المنظر الجوبخ سؤال بأجالة بأجالة هو أنه من بين الأسئلة المفروض أن ستطرح خلينا تقولين إنها المناظرة دي الشمس الله دوا السؤال إذا سي مراد كلمة أخيرة من دات نغسيني تما الجمهور الرياضي ورئيس الاتحاد الرياضي هذين غيا يسمعنا ويسمعنا الرؤساء من النوادي مرحبا بزاهم من ما في الاقليم من النظار كمرم ما عندش مع ان شاء الله نزلوا نستنجح طويفه او انا ان شاء الله المسؤولين قاغات المسؤولين قاغات نشين ندير لهم ثقه صمغاء اكيد بانه الحضور نون سيضيف ينحاش صمغاء هذا كمرم اغاو من سر ان شاء الله باش يكيرين شغل ذات تعاون نعرف الثقة للمواطن يفقد الثقة للمسؤولين يفقد الثقة لكل شيء أتقى لي خشكة وما تنغ محمد إذا أتقى ذات سي مراد هربالي تغكين غادي الحوار كموقع سبور نادور يخارف نغطس يسقارب نغطس المناظرة يغيقن عن 30 مارس دي المركب الثقافي سادو يسم إكرهات الرياضة بإقليم نادور بين المواطن والتنمية أتقى ذات سي مراد أتقى ذات مرة